بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ كلكم في خير إن شاء الله. أولا أود أن أقدم نفسي، اسمي أستاذة سيتي أديبة بنتي أبو بكر من المدرسة الثانوية الوطنية الدينية بودرجية. طيب، سنناقشه اليوم موضوعا في مجال مهارات القرآن، ولكن قبل ذلك دعنا نحلل هذا القياس. إذا دخلنا منزل شخص بأداب، قبل الدخول يجب أن نقرأ السلام عليكم أولا. إذا دخلنا منزل شخص بأداب، قبل الدخول يجب أن نقرأ السلام عليكم أولا. إذا سمح لنا بالدخول نجلس في المنزل بأداب، وعدم القيام بأشياء لا يحبها المضيف، لذلك سيكون المضيف بأداب لنا أيضا. إذا كنا بأداب مع بعضنا البعض فسوف يكافئنا بلطف، كذلك إذا كنا بأداب مع الله سيحبنا الله. لماذا هو كذلك؟ ما هو الموضوع الذي سنناقشه اليوم؟ طيب أيها الطلاب، إذن سأشارك معكم موضوعا رائعا، وهو أداب تلاوة القرآن. القرآن هو كلام رب العالمين المنزل بواسطة الروح الأمين على خاتم النبيين، هدى ونورا وإعلاما وتذكيرا وإنذارا وتبشيرا، قرآنا عربيا مبينا، يهدي الله لنوره من يشاء. الرحمن الرحيم. يزر بسم الله سورة المرسلات آيات 20 hingga 50 ke surat 581. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لكم لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وبأي حديث بعده يؤمنون. حسنا أيها الطلاب جميعا،
قبل أن نواصل جلسة التعلم، هيا نراجع أهداف التعلم التي يجب تحقيقها اليوم. في آخر هذا الدرس، بتمكن الطلاب من: الأول، بيان آداب قبل التلاوة، والثاني، بيان آداب أثناء التلاوة، والثالث، بيان الأحوال التي تكره فيها قراءة القرآن، والرابع، بيان آداب ختم القرآن. ينبغي للقارئ مراعاة الآداب قبل التلاوة، منها: أولاً، أن يلبس ثياباً طاهراً وساتراً للعورة. الطهارة، وهي من الأمور التي يستحب للمسلم أن يلتزم بها عند تلاوة القرآن، وذلك بأن يكون طاهراً من الحدث، فإن تلا آيات القرآن بغير طهارة فإنه قد ارتكب أمراً مكروهاً لعدوله عن الأمر المستحب. ولكن لا تحرم عليه التلاوة في حال الحدث بإجماع علماء الأئمة على ذلك. ثانياً، أن يسوك أسنانه. استعمال السواك عند تلاوة القرآن، فاستعمال السواك من الأمور المستحبة في الأحوال جميعها، ويتأكد استحبابه حين قراءة القرآن، وقد ورد في فضل السواك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب. ثالثاً، أي يتوضأ وضوءاً كاملاً. يستحب الوضوء عند قراءة القرآن الكريم، ولا يجوز مس حروفه وآياته من غير وضوء وطهارة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. سورة الواقعة، الآية 79. رابعاً، أن يختار مكاناً طاهراً بعيداً عن الشواغل والتشويش. نظافة المكان الذي يتلى فيه كتاب الله. فمن آداب تلاوة القرآن أن يختار المسلم من الأماكن أطهرها وأنظفها بما يليق بكتاب الله. ولذلك كان المسجد من أفضل الأماكن التي استحب العلماء قراءة القرآن فيها، لأنه مظنة الطهارة والتشريف. فإن قرأ المسلم وهو على راحلته أو في أثناء مسيره في الطريق جاز له ذلك،
إلا إن خشي أن تلتبس عليه القراءة، فحينئذ يكره له ذلك. خامساً، أن يستقبل القبلة، استقبال القبلة، إذ يستحب للمسلم استقبال القبلة عند تلاوة كتاب الله حتى يحقق الخشوع والسكينة، وتجوز له القراءة على كل حال من غير كراهة، سواء كان مضطجعاً أو واقفاً، ويتحقق له أجر القراءة في الحالتين. وإن كان الأفضل في حقه أن يتلو كتاب الله وهو مستقبل القبلة. طيب، فهمتم الآن؟ حسناً أيها الطلاب جميعاً، الآن سأشارك معكم أداب أثناء التلاوة، الأداب التي يراعيها القارئ أثناء التلاوة. منها أولاً أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يفتح التلاوة بالتعوذ، وصيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن الإمام الصادق عليه السلام إنه لابد قبل القراءة من التعوذ، أما سائر الطاعات فإنه لا يتعوذ فيها. والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة، فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهرا، فيقرأ بلسان طاهر كلاما من رب طيب طاهر. ثانيا، أن يراعي في تلاوته مراتب القراءة، وهي التحقيق والترتيل والتدوير والحذر، بحيث يطبق الأحكام في كل مرتبة منها. في كل مراتب يجب على كل قارئ قراءة القرآن بالتجويد. ثالثاً، أن يحسن صوته بالقرآن ويتغنى به. القراءة بصوت حسن والابتعاد عن الأصوات المنكرة والألحان الهزلية والآلات الموسيقية، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. رابعاً، أن يتقن القراءة ويراعي أحكام التجويد. يجب قراءة القرآن بالتجويد لأن حكمها فرض عين. خامساً، أن يتدبر الآيات المقروءة، بأي يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، إذ لا خير في قراءة لا تدبر فيها، فيحاول استيعاب المعاني وفهمها، لأنها أوامر رب العالمين التي
يجب أن ينشط العبد لتنفيذها بعد فهمها وتدبرها. سادساً، أن يراعي موضع سجدة التلاوة. لفظ التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الطلاب الكرام، هيا نشارك عن الأحوال التي تكره فيها قراءة القرآن. يكره للقارئ، أولاً يكره للقارئ قراءة القرآن في حالة النعاس. اترك تلاوة القرآن حين شعور بالنعاس والتعب لئلا تلتبس القراءة على المسلم، فيقدم ويؤخر فيها ويقرأ ما ليس منه. ثانياً، يكره للقارئ قراءة القرآن في مواضع قذرة. نظافة المكان الذي يتلى فيه كتاب الله. فمن آداب تلاوة القرآن أن يختار المسلم من الأماكن أطهرها وأنظفها بما يليق بكتاب الله. ولذلك كان المسجد من أفضل الأماكن التي استحب العلماء قراءة القرآن فيها، لأنه مظنة الطهارة والتشريف. ثالثاً، يكره للقارئ قراءة القرآن في حالة الركوع والسجود، فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. وبعد ذلك سأشارك معكم آداب ختم القرآن. الأول: الصيام في يوم الختم. الثاني: الدعاء بعد الختم. والثالث: الختم في أول الليل أو أول النهار. أهمية فهم آداب قراءة القرآن وممارسته للحصول على رحمة وبركاته من القرآن الكريم. يحوز القرآن الكريم مكانة عظيمة ومرتبة رفيعة عند المسلمين. نرجو من جميع الطلبة قراءة القرآن بالأدب. من الأنشطة المقترحة لتمارسها في المنزل كي تفهم الموضوع جيداً: أول، اقرأ القرآن مع عائلتك بممارسة آداب قراءة القرآن. الثاني، ابحث في قارئ قراءة القرآن على الإنترنت. والثالث، اقرأ القرآن مع الأصدقاء من خلال زوم وميت وما إلى ذلك. حسناً أيها الطلاب، ذكرنا في البداية عن أهداف التعلم، هيا نراجعها بالأسئلة التالية. السؤال الأول: بين الآداب التي يراعيها القارئ قبل التلاوة.
السؤال الثاني: اشرح الآداب التي يراعيها القارئ أثناء التلاوة. والسؤال الثالث: اذكر الأحوال التي تكره فيها قراءة القرآن. والسؤال الأخير، يعني السؤال الرابع: اذكر آداب ختم القرآن. أيها الطلاب، كيف أنتم؟ أعتقد أنكم تستطيعون أن تجيبوا الأسئلة إجابة صحيحة. حسناً أيها الطلاب، الجواب كالآتي: الجواب للسؤال الأول، الآداب التي يراعيها القارئ قبل التلاوة: أولاً، أن يلبس ثياباً طاهراً وساترة للعورة. ثانياً، أن يسوك أسنانه. ثالثاً، أن يتوضأ وضوءاً كاملاً. رابعاً، أن يختار مكاناً طاهراً بعيداً عن الشواغل والتشويش. وخامساً، أي يستقبل القبلة. والجواب للسؤال الثاني، لآداب التي يراعيها القارئ أثناء التلاوة: الأول، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والثاني، أن يراعي في تلاوته مراتب القراءة، وهي التحقيق والترتيل والتدوير والحذر، بحيث يطبق الأحكام في كل مرتبة منها. ثالثاً، أن يحسن صوته بالقرآن ويتغنى به. رابعاً، أن يتقن القراءة ويراعي أحكام التجويد. وخامساً، أن يتدبر الآيات المقروءة. وأخيراً، يعني سادساً، أن يراعي مواضع سجدة التلاوة. الجواب للسؤال الثالث، الأحوال التي تكره فيها قراءة القرآن: أولاً، يكره للقارئ قراءة القرآن في حالة النعاس. ثانياً، يكره للقارئ قراءة القرآن في مواضع قذرة. وثالثاً، يكره للقارئ قراءة القرآن في حالة الركوع والسجود. الجواب للسؤال الرابع، يعني لآداب ختم القرآن: الأول، الصيام في يوم الختم. والثاني، الدعاء بعد الختم. والثالث، الختم في أول الليل أو أول النهار. حسناً، إذا لم تمارس آداب قراءة القرآن من قبل، فالآن يجب أن تمارس بآداب تلاوة القرآن. ولا شك أن القرآن هو حبل الله الممدود، الممدود من ربنا إلينا. من تمسك به هدي، ومن اعتصم به فاز، والفوز هو الجنة. طيب، بهذا انتهينا الدرس اليوم. أرجو أن تكون هذه الجلسة مفيدة للجميع. نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.